هذا اللي كان ناقصنا والله. بكره بدقوا علينا الباب شو بيقولوا لنا؟ بعثوا لنا بنتكم على النعرس. لك خلص خلص انت وياها تضربوا انت الاستقبال واللي بياخذكم على الاستقبال. لا امي بدنا نروح بس من دونها هي، ولا تزعلي مني ها لانه بدي اقول لابوها. ايه قولي له على اساس انا شو عملت. اجا ابوك. مساء الخير. مساء النور. حط لك عشا تقبرني؟ ليش انتوا ما بدكم تعشوا؟ يي نحن اكلنا اشكال والوان. طموني ان شاء الله انبسطتوا. ايه بالاول ايه بس بعدين لا. شوي حزيره. كنا قاعدين بامان الله ما نلاقي لك الا طلع اصوات. حرامي حرامي حرامي. بالاستقبال؟ لا مو بالاستقبال، شافته ام حسني فوق وصاروا ينادوا حرامي حرامي. والله شايف هالموضه راح تدرج الايام. اي موضه؟ موضه السرقه. المهم هذا الحرامي سرق ولا ما سرق؟ ما عدنا عرفنا، خفنا وارتعبنا وهربنا. يعني ما انبسطوا؟ بلا يا ابي انبسطنا كثير. ونادرة شو غنت غنى حلو. نادرة غني؟ من امتى بتغني يا ضرسانة؟ من لك؟ خالتي ام حسني، هاي غنية من الحكاية تبعها. والله شايفة الام حسني مسبعة الكارات. بس يا ابي مو عيب الوحدة تغني قدام الناس؟ ليش باستقبال النسوان ما بيغنوا؟ لك انا ابن عمي بيغنوا وبيرقصوا وبيحكوا نكات ومنضحك. خلص يا بي، طالما نسوان على بعضكم عادي، هي مرتين بالشهر اصلا بتغنوا بتفرفشوا بتغيروا جو. انا ذات نفسي لما بروح على القهوه بين غنيه بين حكايه كركوز بروي عن نفسي. انبسط تقبرني انبسط. رح اقوم اعمل لك عشاء. فريسه تحت. وانا يا بي هلا انت عم تتعشى رح غني لك شوي مشان تفتح نفسك. لا لا ما بدي تصدي لي قابلتي. حدا قال لك انه بدي انحف يا بي؟ معك حق يا بي، بلا لك ياها بتصد لك قابلتك. شو نادره زعلتيها لاختك ما؟ لا اعوذ بالله يا بي، بالعكس نحن كثير بنحب بعض، بس هي هيك حرام خايفه من شغله الحرام. ايوه وانا على الاساس عقلي قليل وصدقتك ما؟ طول عمركم روسية وبتتناقروا. قوموا يا بي قوموا يلا غيروا اوعيكم وتصبوا على خير. قوم وانت من اهله. طيب خير يا بي عن اذنك. الله يلعن الحرمية وسيادة الحرمية. كيفك اليوم؟ الحمد لله. ياسمين بدي أسألك سؤال، أنت زعلانة مني شي؟ لا أيوه. ليش لحتى أزعل منك مرت عمي؟ أنت مالك ذنب اللي صار، بس أنا مقهورة مقهورة من الدنيا، مقهورة كيف صاير الناس، مقهورة مشان ولادي. وأنا مقهورة من ولادي، هدول مو ولادي اللي أنا ربيتهم. لا لا ما بعرف ليش هيك صاير فيهم. بعدين وحياتك وحياتك يا حبيبتي، انا زعلانه على اللي عم يصير معي، زعلانه من قلبي من قلبي. لا تبكي دمعاتك غاليين يا امي. لا تبكي. شو قلتي؟ عم اقول لك لا تبكي. لا
انت يا امي طول عمري بشوفك امي. تقبريني طلعت معك هالكلمة كثير حلوة تقبريني. تعالي يا حبيبي. الشاب ما حدا تعرف عليه، قولي عايش بصومعة. والله أمه لعيت قلبي، يعني خلينا نرسى على بر، يا هيك يا هيك. ما في قدامي غير حل واحد، ابعت له خبر اتعرف عليه وشوفه وش لوش. ابن عمي، يعني أنا بدي ألفت نظرك لشغلة، يعني بعد موافقتك تقبرني. وشو هالشغلة؟ يعني أمل كبرت وإذا لقيته لهالشاب منيح سهل الموضوع، وأمه قالت بدها تدللها كتير وتحطها فوق راسها. بدها تدللها غصب عنا، لأنه أمل ما في منا وألف مين بيتمناها. بس ابن عمي نحن صاير معنا شغلة وأنا مالي حابب تبنو. شو صاير معنا؟ يعني العالم عم تخاف تفوت على بيتنا وتطلب من عنا. أوف، وليش بقى؟ شو نحن مشلحين ولا قتالين قتلا؟ لا يا تقبرني ما فهمت علي، قصدي الناس عم تخاف تيجي لعنا وتطلب من عنا، عم يحسبوا حساب المصاري وإنه ما لون قد هالفوتة. والله اللي بده يحوي بنت العالم والناس بده يكون قدها. مزبوط تقبرني مزبوط، بس أغلب الناس هلأ على قد، وإذا بدنا نستنى ليجي المقتدر ما حتى شغلتنا طويلة كتير. يجي ولا عمره ما يجي، يا جوازي تريح لها بالها وتريح لنا بالنا يا بلا. هاي جوازي عشرة عمر مو سهلة. يا بنت الحلال، نحن بعد عمر طويل رح نحط راسنا ونموت، لازم نكون مطمنين انه تاركينا مع ابن حلال عم يدير باله عليها ويداديها ويعيشها بنفس العز اللي كانت عايشة فيه ايام ابوها وامها. تقبرني الله يطول عمرك، بس يعني الواحد لازم يكون طري شوي، يعني إذا كان محتاج بنساعده وهيك بنكون عم نساعد بنتنا. لا توربيني راسي، خليني شوف الشاب وبعدين منقرر. الله يبيض بخت لهالبنت، بس والله جاي على بالي شوف أولاد. والله وأنا، بس هي اسمي ونصيب وبإرادة رب العالمين. لكن تقبرني بعات وراه ولا تأجلها، خطيت أمه على نار. خليني شوفه وبعدين نحكي. رح ساوي لك قهوة. يابي يابي شو في؟ هي ابو محدين مرق من هون. نفوت لجوا، كان لازم تعمل حالك مو شايفه. ليش يابي في شيء؟ زلمه ماشي بطريقه، شو بده يكون فيه؟ الله يسر له. بس لهلا ما دفع الدينه تبعه. ها استحي لك ابني استحي، عيب. الزلمه آدمي ومحترم، بس بيظهر الزمن معاكسه، لو كان معه كان دفع. سابي صار له شيء 3 شهور لا اخذ من عنا شيء ولا دفع شيء. انت عم تاكل وتشرب ولا لا؟ عم اكل. ناقصك شيء؟ لا يابي. احمد ربك واشكره. مش انا شو حكيت؟ هلا اذا ما دفع بنفقر شيء؟ لا. طيب اذا دفع بنغنى شيء؟ كمان لا. عال انت هلا مالك عم تاكل وتشرب وتلبس وتنام بفرشه دافيه ومو ناقصك شيء ولا لا؟ مبلا يابي مبلا، الله يديمك فوق راسنا. معناتها بطل لي هالعي واحمد ربك وقول الله يكون بعون العباد. امرك يابي امرك. ها الحمد والشكر لك يا رب. هيك الله يرضى عليك. طلع ابني طلع، شايف هالبيوت كيف متكية على بعضها، دك على دك وطبلة على طبلة وحيط على حيط ولقيانة بعضها؟ لأنه هيك ناسا وأهلها عايشين، لقيانة بعضها البعض، ونحنا لازم نضل هيك لك ابني. هاي هي الإنسانية. روح على شغلك. أمرك يا أبي أمرك. إيه 3 شهور وما له قدران يدفع قرش، معناتها هذا كتير تعبان ولازم حدا يشوف شبه. شو صاير معه؟ أنا ليش راح عن بالي هالزلمة؟ ما بعرف. ياسر. نعم يا أبي نعم. دير بالك على الدكان،
أنا واصل مشوار وراجع. أمرك يا أبي أمرك. شغلت البال بهواكي انت ملك دي الروح بغلاكي عيب عليك ابراهيم افندي لا تتغالظ من على بكره شوف انا ما رح اسالك لانه كل ما بسالك بتجاوبني نفس الجواب لك انا جواب لك انا ما عم فهم عليك انا شو عم تحكي انت لك عيب عليك لك سعيد عيب عليك حل عن المخلوقة كل ما بسألك بتقلي زعلان على حالي ما كملت تعليمي لك آفرك أنا آفرك إبراهيم أفندي عيب عليك تحكي معي هيك لك عيب عليك أنت عيب علي لك إذا عجبتك المخلوقة اخطبها هذا اللي عم يدور ببالك أنا مو عم يدور ببالي بنوب لك سعيد لا تخاتلها أنت من زمان كان لازم تتجوز من أول ما المرحومة افتكرها رب العالمين إيه. الله يرحمه ويرحم التراب يلي لما الله يرحمه ايه الله يرحمه بدك تلحق حالك قبل ما تهرهر كل اللي بقي لك سنة سنتين وبعدين بح رايح بحك وحدة تسهل أمرك شوي بح لا تضحكني ها لا تضحكني بنوب نوب إذا مالك مصدقني فوت لجوا طلع على المراية شوف الشيستم تبعك واحكي مع المراية المراية لحالها بتقلك شو أنت إبراهيم أفندي ورحمة الغوالي هلا أنا مبين علي الكبار لك منولي حف فكرة يعني مصوفن صوفنة بكرة العان واللي بعده أضرب لك سعيد أنا بعرف شو هي عقدتك إنه أنت ما تعلمت إذا تجوزت المخلوقة بتكون تعلمت وبتضرب عصفورين بحجر واحد يعني تعلمت وتجوزتها بس أنا المخلوقة ما بعرف شكلها لك يا أخي سأل شو فين بيعرفها مين شافها بيقول لك ما بعرف حدا أخي أنا ما بعرف حدا سأل عزمي بيك مرصوص على الحكي لك أنا ما قصدت إنه عزمي بيك شايفها بتكون مرته شايفتها ها بدك يعني اسال مرت عزمي بيك لك يخرب بيتك شو مصيف عزمي بيك بيسال مرته ومرته بتقول له وهو بيقول لا 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 هي 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 القصه صعبه انا ما بقدر عليها بنوب لك يا سعيد يا حبيبي عزمي بيك صاحبك وانت طليق بالحلال والصاحب له حق على صاحبه طيب وبركي طلعت هي بشعة ديسة يعني ها اذا طلعت هيك امر الله بعدين يعني بتبطل صار معه والوقفه على باب المحل انت ناطره هي ورايحه وجايه مو هيك يلي انكتب لي يا روحي معاكي انتي ملكتي القلب معاكي يلي انكتب لي يا روحي معاكي بلا طول سيرة عليك يا مختار ابو محبين النعال بتعرفه؟ اي نعم بعرفه شو بو؟ هذا يا سيدي بياخذ من عندي من المحل خضره وخلافه وإلي عنده حساب وصار له 3 اشهر ما هو بصوب المحل بقى شو قلت لحالي يا ابو ياسر هي ما حبيتها منك بنوب يا عيب الشوم يا عيب الشوم طول بالك يا مختار لك نحن من امتى بنعمل هيك وبنفضح بعضنا من امتى ما فهمت علي يا مختار والله لا فهمت عليك فهمت عليك بس يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا مختار كمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة السلام شكرا يا جماعة طالع أصواتكم لبرا تفضل تفضل احكي قدام عزمي بيك خليه يزعل منك كمان استغفر الله العظيم يا مختار ما بدك تعرف بالأول شو أنا بدي أحكي لك لحتى أنت تحكي لعزمي بيك عرفت عرفت لا سيدي ما عرفت وكل الله وكل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدقني يا مختار مو مثل اللي ببالك وأنا جاي لعندك لحتى تلاقوا حل لهالزلمة وتشوفوا طريقة تساعدوا فيها وبالنسبة للحساب أنا مسامحه دنيا وآخرة الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان الله يخليك ما تأخذني ما تأخذني يا أبو ياسر تفضلوا تفضلوا سريع تفضل جافي يعني وقفتوني بيناتكم ساعتين بدون ما أفهم شيء شو القصة؟ يا سيدي أبو ياسر إجا لعندي وقال لي على شغلي وأنا فهمت غلط هلأ فهمت منيح؟ إيه بس أنا ما فهمت شي فهموني هذا أبو محدين النعال أحواله تعبانة كتير بتعرفوا ابن حارتنا ولحنا لازم نوقف جنبه إيه وبدك للعياد والله فكرتكم عم تتخانقوا مختار
انتوا عم تشخصوا علي ولا عم تحكوا جد؟ لا والله جد يا عزمي بهيك جد. قديش الحساب؟ بعت لي اياه. صدقني يا مختار، انا نسيان الحساب من اساسه، من اصله ماني متذكره بنوب، بس ابني ياسر هو اللي ذكرني. ما قبل شوي كنت عامل لك اني انا صاير عم انسى وما بدي المصاري. ابو ياسر فهمنا شو قصته هذا الرجال، نحن منضل اهله. هلا بيجي ابني لعندك وبتعطيه الحساب. انا ما بدي شيء يا مختار، بس انتو شوفوا شو حكايته وساعدوه، وعند الله ما بضيع شيء. وانت كمان هذا باب رزقك، بس يجي ابني لعندك تعطيه الحساب ونحن منشوف شو الله بيقدرنا. صدقوني يا جماعه، بصحتي بعافيتي انا مالي جاي لهون من شان المصاري. بقى ارجوكم لا تفهموني غلط. يا سيدي كتر خيرك يا ابو ياسر وما بتقصر، بس اعمل مثل ما عم يقول لك المختار ونحن منلاقي حل. حاضر. بقى شو رأيك شيخنا؟ هو السؤال ما في شيء بس محرج، فرأيي بتروح لحالك أحسن ما أكون معك. لحالي؟ ليش بقى لحالي؟ ما هي لحالك لأنه بينك وبينه مبلوعة، أما إذا في شخص تاني بجوز عزمي بيك ينحرج منه، فأنت روح لحالك وكلام لطيف وراكز. شو فيها؟ هذا عزمي بيك يعني والله مستسئلة مستهجنة والله. ما فيها شيء ما فيها شيء، طالما الشغل بالحلال المهم انت يكون كلامك راكز ولطيف ومحسوب. شيخنا اذا طلع خلقه علي بقول له انا استشرتك وانت شرت علي هيك. ها ايه معلش قل له، واذا سالني انا بعرف شو قل له. بقى برضاي عليك يا مختار اذا بتبعت المحروس حكمه تقول له لمصطفى اني عاوزه، وبلكي ساله شو بده عزمي بيك. لا لا تخاف ما راح يساله، هو وامه بيعرفوا شو بدي. تكرم عينك، هلا ببعته. بيني وبينك حاسس هالشاب آدمي، بس خايف أمه تكون قوية. يا سيدي أكثر الحموات قوايا وبتحب تسيطر، بس الكنة الذكية هي يلي بتعرف كيف تتعامل مع حماتها. المشكلة يا أبو حكمات إنه بنتي آدمية لكن بتتوجع وما بيطلع صوتها. عاد والحموات بدهن هيك كنة. بس والله خايف هالبنت تنظلم وما يدرى فيها غير اللي خلقها. انت امشي خطوه خطوه وشوف الله شو بيسر معك. قولتك الله يقدم اللي فيه الخير، بس يرجع حكمت من عند مصطفى بعت لي اياه وبعت لي معه الحساب تبع ابو محدي. عم نعذبك يا مختار. ولا وعذابك راحه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. يا هلا مع السلامه. للمونه بطاطا. ابو عمدي. اهلين عمي حكمت. مرحبا عمي ابي ياسر. اهلين حكمه افندي. تفضل عمي. الله يزيد فضلك يا رب. دخيل عينه قال الوالد في حساب بدك تعطيني اياه. لا حول ولا قوه الا بالله، صدقني نسيت طالعه من الدفتر. الله يخليك، انا واصل مشوار وبرجع باخذه منك. طالعه انت من الدفتر لانه الوالد اكد علي كثير اني اخذه اليوم معي. ها بعمل معروف، ما بدي ابي يزعل مني. تكرم عينك ما راح يزعل، روح مشوارك ورجع بتلاقي حاضر. يلا بخاطرك. الله معك عمي. والله لطق كل غنية أحلى من الثانية. والله طق رقبتك أنت وحدة قليلة تقدب وما بتنحط وش. إذا أبوك بحد ذاته ما حكى شيء، وين لعب وقلة الأدب؟ والحكي اللي بالغنية مو قلة أدب؟ الحكي اللي بالغنية؟ أنا شو دخلني فيه؟ مو أنت اللي عم بتقولي؟ أعوذ بالله. طبعاً لا، هاي كلمات الغنية. ليكي نادرة، أنا ما كنت كبرة وأقول لأبوكي شو كلمات الأغنية؟ لا إذا بقول له والله لا يقص لك لسانك. يا ربي دخيلك، ليش هيك أختي ما بتحبني وقعدتني عن نقرة؟ شو بدك؟ أنا بدي تكوني مثل العالم والناس، صعبة. لك ما بتخلصي من نقرة أنت وياها؟ إلهي ينقروا راسها، هلكتني. أمي بلا قلة أدب. أمي لا تزعلي مني، بس أنا ما رح ألعنها لحتى تصير مثل العالم والناس. أمي هلا أنا قليلة أدب؟ لا تقبريني، مالك قليلة أدب، بس أختك من خوف عليكي يعني ما بصير تغني وترقصي قدام العالم. إيه بس يعني أنا كنت عم أقول لحالي إنه كل الأغاني بتحكي عن الحب والغرام. يا لطيف يا لطيف، سمعانة أمي؟ لك خلص أنت وياها بلا لك مصدي، روحوا اقروا واكتبوا مثل ما قالت المعلمة، مفهوم؟ مش نقرا ونكتب.
والله لو طالع لك روحك يا مايا. امشي. افندي رجعه قريبه. وضبت لي الحسبه؟ وضبتها، بس قلوا للوالد لا يبعثوا شيء. انا شطبتها من الدفتر والله من قلبي وكل قلبي، بس هن يشقوا على الزلمه ويشوفوا شو حكايته. اني زلمه؟ هن اللي بيعرفوا عمي، هن اللي بيعرفوا. انت بس هيك قل له لابوك. مثل ما بدك، بخاطرك. الله معك عمي، سلم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عمو يا عمو يا عمو ولي عزمك. يا عمو يا عمو يا عمو يا عمو. شباب ليش جاية بكي؟ طيب عزمي 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 بده يعني يروح لعنده. اخ معناتها ناقشت معنا. يا عمو شو هي اللي ناقشت؟ شو هي اللي ناقشت؟ ولي انا ما بعرف احكي بهيك شغلات. بطني وجعني بطني، انا كثير خايف. لك ليش لحتى تخاف منه؟ شو هو غول مثلك مثله؟ بيقول لك مرحبا، قل له اهلين ومرحبتين. لا تخاف، هو يمكن بده يسأل عليك وعلى شغلك وين بتشتغل. ولي وانا شو بشتغل؟ شو بشتغل؟ جير جير عند صهري. لا يوم مو جير، لا تحكي هالحكي، انت اهم منه بكثير. عم تنسى انه انت ابن تاجر؟ يعني بدك تقول انه انت القايل والشايل بالدكان. حيعرف اني عم كذب. اسيدي بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ما بدي كذب. انت ما عم تكذب. لك اجدا هي اسمها مسايسه هيك لحتى توصل للي بدك اياه، بعدين يطرقوا راسهم بميت حيط. يا مام انا وصغير بتقولي لي حرام الكذب، مره حرقتي لي ايدي شلطتي لي اياها شلطه لاني كذبت، هلا بدك يعني اكذب؟ حرام. لك يحرم جلدهم عن عظمهم. لا بغضب عليك. ها مالك شايفني رايحه جايه لعنده؟ مشان كم كذبه لا راح ولا اجوا بدك تفركس لي جوازي؟ طب روحي معي انا ما بعرف احكي. بتعرف بتعرف وينها؟ احكي معه من فوق. من فوق؟ ايه من فوق. لا تجذبها. شوف مثلا اذا قال لك معاه قل له كثير كثير. شايف قل له كثير هيك كثير. لازم تأرجي انك انت فتح. يا عمو انت شايفه الشغله سهله وهي صعبه، صعبه كثير صعبه. لك لا صعبه ولا بطيخ مبسمه. رح اسخن لك شويه مي سخنه مشان تتحمى. قوم يلا. يا عمو انا ما بعرف بيتهم، روحي معي. لك شو روح معك؟ روح جهز اواعيك انت والله لا يتشرفوا فيه يصحن لهم. محتار شو بدي ساوي؟ محتار محتار. توسطك والله عتموتني بالضحك. انت هدي هدي وشغل مخك. سعيد افندي يسلموا. يسلموا عمي يسلموا. يسلموا ها. السلام عليكم. شو ما جواد افندي كلمتين صغار خير يخلي لي عينك. قل له عزمي بيك انا بعد العشاء بدي زوره شي 10 دقائق اذا بالامكان يعني. ايه تكرم عيوني. ابو جود حبيب قلبي لا تنسى لانه صاحبك خالص. ها تخلص من الدنيا انت الثاني. لك عود. لك شو القصه تبعها؟ كل الزباين اللي عم يحلقوا عندك عم يقولوا لي انه ايديك صايره مفرتكه ومانك عم تعرف تحلق مثل العالم والناس وما عم تعرف تحكي. من شهره؟ من نصايحها؟ لك يخرب بيتك كل الحلاقين بيحكوا عن بلد انت ما عم تعرف تحكي كلمتين؟ طيب انا ما بعرف بحكي وانت نصحتني تفضل روح معي عيني. لك كنت عندك بس مو حلوة بحقك. ما سمعت الشيخ صالح شو قال؟ اذا كان في بالاستشارة اكثر من اثنين بينقرع عزمي بيك ممكن ياخذ على خاطره. والله انا خايف روح وياخذ على خاطره مني ويعتبرها وقاحة او شيء ثاني. والله ما بعرف شو. لك لا ثاني ولا ثالث
انت ابدا حديثك انه الشيخ صالح هو اللي نصحك انه تستشيره لعزمي بيك، مشان اذا اخذ على خاطره ما يزعل عزمي بيك، وانت هذا صاحبك وزبون عندك وبيحلق عندك وفي بيناتكم خبز وملح، مو معقول يزعل منك مشان سؤال بسنة الله ورسوله. الله يسمع منا. الله ياخذك. انا بعثت له خبر لهذا الشاب مصطفى وراح شوفه، اذا لقيته رجال على عيني، اذا لقيته غير هيك راح اقصرها معه. ابن عمي يعني مو من اول مره بدنا نحكم عليه، يمكن يكون متلبك مستحي. الله يرضى عليك يا نهلة، انا مالي فاضي على الطالعه والنازله، ابعث له خبر وشوفه وادرس نفسيته. دبرني اذا مو مشانه مشان امان. ماشي لشوفه بنحكي. قومي ساوي لي كاسة من هاي الخلطة الله يرضى عليك. على عيني وراسي. بس من هلأ عم قلك قلبي مو مطمئن. جواد افندي، جواد افندي، شبنا عمي وين شارك؟ اني له لي اخذ على اللي سعيد افندي خير. شو صار معه؟ بشو؟ بشو؟ لا والله عرفنا على مين نتكي. سالته؟ لك سالت مين؟ انا ما طلبت منك تسالني عزمي بيك، اذا بدي اشوفه 10 دقائق راح عن بالي. بساله وبخبرك. وامتى لحزف لنا خبر السعيد؟ بساله وبخبرك سعيد افندي، على عيني وراسي بخاطرك. بس عصفور عم يتسلى والصياد عم يتقلق. السلام عليكم يا هبي. وينك لهلا؟ يا بيك عم شوف العيال اللي عم تاخذ المعونه اذا عم تكفيها ولا لا. ليش ما اخذت لهم اياهم بفرد مره؟ والله ما بعرف. لك انت شو انت شو؟ لك مره بحسك معنا ومره لا، شو قصتك؟ معكم يا بي والله معكم. بس انا قلت لحالي بسالهم اذا ما عم تكفيهم بزيدها بفرد مره بلا ما ضل رايح جاي. والله حل حل. شحك رايح جاي، وين عقلك انت بس حقيقة بي انا شفت سعيد افندي برا وبده ياني يشوف عزمي بيك اذا فاضي يستقبله بعد العشاء ولا لا. روح اسأله قبل ما ترد تنسى. يا بي بس خبر عزمي بيك بدي امرق شوي لعند ابو القاس. ايوه منشان هيك مالك مركز. وشو بده منك البطيخ ابو القاس؟ ولا شيء يا بي، بس يعني مجتمع عنده المساء حكياته حلوين نتسلى قعده حلوه. روح تضربوا انتوا هالقعده. روح. حاضر يا بي امرك. بقى شو رأيك يا مون نروح لعندهم ونزورهم؟ لك شو بياخذنا لعندهم؟ جماعة ما بنعرفهم. ايه بس هنن بيعرفونا. وشلون يعني بيعرفونا؟ لك صحيح انت بتحكي حكي من فوق الأساطيح. يا مون مو بيبعتوا لنا من رزقهم على طول؟ بيعرفوا بابنا مو بيعرفونا. اخوش يمكن مو سمعانين فينا بحياتهم، الشغيلة يلي عندهم هنن اللي بيعرفوا بابنا. شو عليه يا مون شو عليه؟ منزورهم ومنقول لهم مين نحن؟ ومنشكرهم لأنهم عم بيساعدونا، والله بلاقوها مننا قد الدنيا. بنتي هدول الناس بيساعدوا ناس كتير، إذا كل واحد بدهم يساعدوه بده يروح يزورهم، بيقضوا نهارهم كلهم على دق مين فتاح، بيكرهوا الساعة اللي ساعدوا فيها العالم. اي والله فهمت لهالكواني، بس كمان نحن محبوسين بهالبيت، لا طلعة ولا فوتة ولا حدا بيجي لعنا، وحياة الله طقت روحي. ولي على الفقير وساعده. ما حدا بيرافقه لأنه الفقير بيرافق اللي مثله. الفقير بيدور على الزنجيل لحتى يستند عليه، والزنجيل ما بيرافق الفقير إلا إذا بده منه شيء. ولك تركينا بنتي مشان الله تركينا، لك ما حدا دري عم فينا. بشير يا طير. بيعتذر منك ماله فاضي. شو عم تحكي انت؟ ايه مثل ما عملنا هو هيك قال لك؟
قال لك انه ماله فاضي. لك ليكون ما عرفت تحكي. كلهم كلمتين، شو بدهم شطاره؟ قلت له سعيد افندي بده يمرق لعندك اليوم بعد العشاء. ايه. اوكي شو ايه؟ مثل ما قلت لك. معقول؟ لحم شو صاير؟ وقف عندك. تعال شوف تعال. شو صار معك؟ انت شفتوا شيء لعزمي بك اليوم؟ لا ليش؟ صور انه لجواد ما بده يقابلني. شو هالحكي؟ بدي روح شوف الشيخ صالح، خايف يكون الشيخ صالح حاكي شيء كلمه زعلان عزمي بك مني. لك بيكون مو فاضي او عنده ضيوف. لك شو عنده ضيوف؟ انا اليوم شايف بابه لا حدا فات ولا حدا طريق. شو هالحكي هذا؟ معناتها روح شوف الشيخ صالح. لك يا مقوص، ليكون انت زادت لك كلمة هيك ولا هيك زعلان مني؟ لك شو انت جنيت لحتى احكي؟ انا بدي افتح معك موضوع، معقول؟ روح يا زلمة، روح شوف الشيخ صالح. خالص الزلمة، يا حمدي تعال ارضى عليك، تعال تعال، صب شاي، صب شاي. ايه على راسي وعيني. خالص هذا ابو سعود. الله يكون بعونه. تعال ابني كمان، لا تنسى انه انت شاب منيح وابن اكبر تاجر بالبلد. منو هذا عزمي؟ الله يرحمك يا ابي. هلا انا جير عند صهري. لا تقبرني، والله بيلبق لك بنت ملوك. وينك وقت بتشوفه لعزمي هذا البطيخ؟ قل له عمي عزمي بيك. فهمت؟ عمي عزمي بيك. لك خود مسيف. روح اتكل على الله وقابله، خليك ابضايا. تقبر ان شاء الله بشوفك جوهره بعيونه. الهي سيدي مولاي، منيح اللي رضينا فيهم. الاريضه تقرضهم شان عزمي بيكك امنا له البيك. كثير عليه عزمي حاف. اريضه تقرضه الثاني شايف حاله ومنزع كمان. يا اريضه فؤاد ارحم يني. عفوا، هون المحطة الأخيرة قبل التربة مباشرة؟ أهلا وسهلا. طبعا هي المحطة المذكورة، وهدول البوستات يلي عم يستنوا الركاب. طيب فيني توصلوني لهون على مفرق جهنم؟ لا أنت مالك شغل غيري. لا يا أبو العاص، أنا إلي شغلتين بهالحياة، الزبالة وأنت. لا انت واحد كلب، واحد كلب. انا لي الشرف اني اكون كلب احسن ما اكون واحد حمار متحكايتها. ليك ليك ابو مزه، بتحمل حالك من هون وبتنقلي احسن ما امي بتلي فيك. طول بالك يا ابو الاس يا حبيب روحي. وين رايح؟ معمول لك تفضل، انقلي على بيتك. يلا انقلي من هون. طول بالك يا ابو الاس، شبك لازم تاخذ وتعطي مع البني ادمين. اللي بياخذ وبيعطي مع البني ادمين بيتعلم. انت مو واحد بني ادم، انت واحد كلب، وانا ما بحكي مع كلب. انا بشرفني كون كلب، لانه هذا اللقب يتمتع يعني الكلب بالامانه والوفاء والاخلاص. الكلب محب، لك بيموت نيشان صاحبه. انت شو عندك من هاي الصفه؟ أثبت على حالك، أنت واحد حمار. أنا بزماني لما كنت بالسيرك شفت كلب راكب على حمار، بس بحياتي كلها لا بسيرك ولا بلا سيرك شفت حمار راكب على كلب. أنت السيرك ولا؟ أنت السيرك؟ شو هذا؟ نعمة العنم، شو هذا السيرك ولا؟ شو هذا السيرك؟ السيرك هو خيمة كبيرة بيجوا شوية ناس فهمانين، بيجيبوا شوية حيوانات قابلين للتعلم، بيعلموهم وبيورجوا العالم عليهم. طبعاً أنت
مستحيل يقبلوك هيك لانك مهما علموك ما رح تتعلم. قوم من هون، قوم من هون، يلا حنقلع من هون، انقلع من هون يلا هلا. وين بدك يعني روح يا ولاس؟ روح على الهفا. على الهفا؟ تعرف شو معنات الهفا؟ الهفا اللي فيك يلا من هون ما بتعرف يلا. ما بيصير يا ابو القاص، لازم تتعلم. يلي بيصيرك مو احسن منا. ما بدي اعرف ولا بدي اتعلم. ليك ليك انا رح اقول لك، الهفا هو لما الواحد بيغلط مع الحكومه بتقوم الحكومه بتحفيه. مين بيقول هيك؟ العوام. اما هي حقيقه الحكومه بتنفيه. البلاد الله الواسعة، الأماكن ما بيحسن يعيش فيها الإنسان، هذا هو المنفى. يعني ممكن يموت من صعوبة العيش، عشان هيك بيقولوا العالم خذوه ويروح على حفا. فهمت؟ جاوب، جاوبني. لك بيزنتي يلي بصيرك أفهم منها. معلش ابو القاص، انا بعرتز منك. بتعرز بعتذر منك. ما بقدر اقول غير بخارطك طارخك، يعني خاطرك. بيخي احسن شباب. عفوا انا بعتذر منك، مشان هيك تفضل خذ لك غبي. ما بدك راحتك صحتك. لحمة على الحمار. دلوعة ونقدك ألف مجيدي، أموت كرم عينيك. هذا اللي كان ناقصنا والله. بكره بدقوا علينا الباب شو بيقولوا لنا؟ بعثوا لنا بنتكم على النعرس. لك خلص خلص انت وياها تضربوا انت الاستقبال واللي بياخذكم على الاستقبال. لا امي بدنا نروح بس من دونها هي. ولا تزعلي مني ها، لانه بدي اقول لابوها. ايه قولي له على اساس انا شو عملت. اجا ابوك. مساء الخير. مساء النور. حط لك عشا تقبرني. ليش انتوا ما بدكم تعشوا؟ يي نحن اكلنا اشكال والوان. طموني ان شاء الله انبسطتوا. ايه بالاول ايه بس بعدين لا. شوي حزيرة. كنا قاعدين بامان الله ما نلاقي لك الا طلع اصوات. حرامي حرامي حرامي. بالاستقبال؟ لا مو بالاستقبال، شافته ام حسني فوق وصاروا ينادوا حرامي حرامي. والله شايف هالموضه راح تدرج الايام. اي موضه؟ موضه السرقه. المهم هذا الحرامي سرق ولا ما سرق؟ ما عدنا عرفنا، خفنا وارتعبنا وهربنا.
يعني ما انبسطوا؟ بلا يا ابي انبسطنا كثير. ونادرة شو غنت غنى حلو. نادرة غني؟ من امتى بتغني يا ضرسانة؟ من لك؟ خالتي ام حسني، هاي غنية من الحكاية تبعها. والله شايفة الام حسني مسبعة الكارات. بس يا ابي مو عيب الوحدة تغني قدام الناس؟ ليش باستقبال النسوان ما بيغنوا؟ لك انا ابن عمي بيغنوا وبيرقصوا وبيحكوا نكات وبنضحك. خلص يا ابي، طالما نسوان على بعضكم عادي، هي مرتين بالشهر اصلا بتغنوا بتفرفشوا بتغيروا جو. انا ذات نفسي لما بروح على القهوه بين غنيه بين حكايه كركوز بروي عن نفسي. انبسط تقبرني انبسط، رح اقوم اعمل لك عشاء. فريسة وانا يا بي هلا انت عم تتعشى رح غني لك شوي مشان تفتح نفسك. لا لا ما بدي تصدي لي قابلتي، حدا قال لك انه بدي انحف يا بي؟ معك حق يا بي، بلا لك ياها بتصد لك قابلتك. شو نادرة زعلتيها لاختك ما؟ لا اعوذ بالله يا بي، بالعكس نحن كثير بنحب بعض، بس هي هيك حرام خايفه من شغله الحرام. ايوه وانا على الاساس عقلي قليل وصدقتك ما؟ طول عمركم روسيه وبتتناقروا. قوموا يا بي قوموا يلا غيروا اواعيكم وتصبحوا على خير. قوم وانت من اهله. طيب خير يا بي عن اذنك. الله يلعن الحرميه وسياده الحرميه. كيفك اليوم؟ الحمد لله. ياسمين بدي أسألك سؤال، أنت زعلانة مني شي؟ لا أيوه، ليش لحتى أزعل منك مرت عمي؟ أنت مالك ذنب اللي صار، بس أنا مقهورة، مقهورة من الدنيا، مقهورة كيف صاير الناس، مقهورة مشان ولادي. وأنا مقهورة من ولادي، هدول مو ولادي اللي أنا ربيتهم، لا لا ما بعرف ليش هيك صاير فيهم. بعدين وحياتك وحياتك يا حبيبتي، انا زعلانه على اللي عم يصير معي، زعلانه من قلبي من قلبي. لا تبكي دمعتك غاليين يا امي، لا تبكي. شو قلتي؟ عم اقول لك لا تبكي. لا قلتي يا امي طول عمري بشوفك امي. تقبريني طلعت معك هالكلمه كثير حلوه تقبريني. الشاب ما حدا تعرف عليه، قولي عايش بصومعة. والله أمه لعيت قلبي، يعني خلينا نرسى على بر، يا هيك يا هيك. ما في قدامي غير حل واحد، ابعت له خبر اتعرف عليه وشوفه وش لوش. ابن عمي يعني أنا بدي ألفت نظرك لشغلة، يعني بعد موافقتك تقبرني. وشو هالشغلة؟ يعني أمل كبرت وإذا لقيته لهالشاب منيح سهل الموضوع، وأمه قالت بدها تدللها كتير وتحطها فوق راسها. بدها تدللها غصب عنا، لأنه أمل ما في منا وألف مين بيتمناها. بس ابن عمي نحن صاير معنا شغلة وأنا مالي حابب تبنو. شو صاير معنا؟ يعني العالم عم تخاف تفوت على بيتنا وتطلب من عنا. أوف وليش بقى؟ شو نحن مشلحين ولا قتالين قتلا؟ لا يا تقبرني ما فهمت علي، قصدي الناس عم تخاف تيجي لعنا وتطلب من عنا، عم يحسبوا حساب المصاري وإنه ما لون قد هالفوتة. والله اللي بده يحوي بنت العالم والناس بده يكون قدها. مزبوط تقبرني مزبوط، بس أغلب الناس هلأ على قد، وإذا بدنا نستنى ليجي المقتدر ما حتى شغلتنا طويلة كتير.
يجي ولا عمره ما يجي؟ يا جوازي تريح لها بالها وتريح لنا بالنا يا بلا. هاي جوازي عشرة عمر مو سهلة. يا بنت الحلال، نحن بعد عمر طويل رح نحط راسنا ونموت، لازم نكون مطمنين انه تاركينا مع ابن حلال عم يدير باله عليها ويداديها ويعيشها بنفس العز اللي كانت عايشة فيه ايام ابوها وامها. تقبرني الله يطول عمرك، بس يعني الواحد لازم يكون طري شوي، يعني اذا كان محتاج بنساعده وهيك بنكون عم نساعد بنتنا. لا توربيني راسي، خليني اشوف الشاب وبعدين بنقرر. الله يبيض بخت لهالبنت، بس والله جاي على بالي شوف اولاد. والله وانا، بس هي اسمي ونصيب وبإرادة رب العالمين. لكن تقبرني بعات وراها ولا تأجلها. اختي امه على نار. خليني اشوفه وبعدين بنحكي. رح ساوي لك قهوة.